سيارات بدني شو خمس سيارات سلام على اللي ساكنة في الوادي. هو هذا باعتها معمر؟ ايه والله جماعته جماعته والله هو باه باه هذه من جهته ايوان جهته ايه. سلامي على اللي ساكنة في الوادي ايه. في جلسة بن جاي والله غالي والشعراء كلهم حاذوا وطبسوا يصكوا معه يا مرحبا. انا جيت ضده. كيف ترى سنقول ها شن قلت؟ سلامي على اللي ساكنة في الوادي. ايه. في جلهة من جاي والله غادي. ايه نعم. باه. أنا قلت له دزيت سلامك ووصلها ما ننكروش. ايه. وصل سلامك. نعم. دزيت سلامك ووصلها. ما يخجلها بنت أجواد عصارة هل. صحيح. أجواد عصارة يوم ينق رقي غبار الطق عقولها وقصة في الركبة عقل. والشايب. ثبت منظاره ما حولها في قلب عدو وصل ولا دزيت سلامك وصل. بنت المردوم ما ترقد لا يجيها نوم وهلها وين يصير هجوم الذب عليه يهد فوق عيد كفلها هب وهابه 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 وين الطبل يزوم يجوبك منه يهد سبهاه وعاقل وبنت الوادي اللي معلوم وبيه شكلها وسيدي صراره مقابله دزيت سلامك وصل. بنت الزيتونة اللي في الوادي مصيونة من عهد جدودك يا أخونا تلقى التاريخ مسجلها ما هي بالغبرة مدهونة لين الصابون يحولها أشبح خوك وريت عيونه شبح بالضحكة مجملها بنت الخيمة هلها جواز أصحاب عزيمة كالسابين سماح السيمة يبان هللها الطامع والله ما يوصل واخوايا من تاريخ قديمة نعم يا جاهلها هان مشاهدهم بالجل قدو الوادي ومهيمة في التجهيمة هدوا يوم مساقي بل منو الجهل نعم وهابة 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 لو صارت ترغيمة نار جحيمة مر عسلها حنظل من يقدر يأكله دزيت سلامك وصل. بنت الوادي نعم هلها ناس تشرف ببادي من نفات اللي ابوها دي فوق جمالها وهذينا وهم منازلها نعم كل التافه حط غادي ما يشغلها يمشي في سافل سافلها وهلها وين يصير فوق جمالها من نفات اللي ابوها دي فوق جمالها بنت الوادي هلها ناس شراف ببالي من نفات اللي ابوها دي فوق جملها وهذين وهم منازلها وهلها وين ينق الصادي يجوا فولها وهم خلاصين وحلها كل التافه حطها غادي ما يشغلها يمشي في سافل سافلها وفي السيزه تاخذ في البادي بيتنزلها تلعب باللعبه تقفلها وخوها كيف الصقر العادي فوق جملها يشبح ما حاجه يغفلها وهذه مني هذه الصدة بنت الوادي يا قايلها غير على البنت ممثلها ايه راهي لبوة لبوة راهي ايه لبوة ايه تصعب على العنادي شوف عملها تاكل من جاي بياكلها والاخر غير كلام من وادي والاخر غير كلام من قادي كافو وادي كافو زيتون وجل نعم الاخر هذه ساكل هذه بياكلها ايه هذه الصده هي الكلمه في الاخيره نعم. اللي ربطت هذه الصده بنت الوادي يا قايلها غير على البنت ممثل لبوه تصعب على العنادي شوف عملها تاكل من جاي بياكلها والاخر غير كلام مقادي كافو وادي كافو كيلوس زيتون وجل دزيت سلامك وصل هذا وصلنا العقيد بارك الله حطوا لنا في